معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير استاذ اشرف ابو الهول مدير تحرير الاهرام. اهلا بيك يا استاذ اشرف. اهلا وسهلا يا استاذ يوسف واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يمكن كنت بتكلم النهارده او دلوقتي على زياره الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجيه الاماراتي، واحنا كان امبارح عندنا اختتام الزياره بتاعه الامير تميم، وكان عندنا العديد من اللقاءات مع الاشقاء العرب والزيارات والاجتماعات والمباحثات. ترى أستاذ أشرف أنه المذيع محق في المسألة بتاعت أن ما يحدث يحول المنطقة العربية إلى مركز حقيقي لصناعة قرارات سياسية واقتصادية على المستوى الدولي مش بس على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط؟ يعني بالتأكيد ما يحدث يحول المنطقة العربية إلى مركز صنع قرار، وهي تستحق أن تكون ذلك نظرا لأهمية الموقع، نظرا للثروات التي تمتلكها، نظرا للقدرات البشرية، نظرا للقضايا التي تمس هذه المنطقة، وكلها قضايا يعني مرتبطة بشكل كبير جدا بالأمن الاقتصادي. يعني إذا تحدثنا عن القضايا الاقتصادية الدولية سيكون في مقدمتها قضايا الطاقة، ومن أين تأتي قضايا الطاقة إذا لم يكن في القلب منها صناعة البترول، صناعة الغاز، تجارة البترول وتجارة الغاز، وأيضا من أين تأتي يعني أهمية المنطقة إذا لم نذكر قناة السويس، إذا لم نذكر الصراع العربي الإسرائيلي، إذا لم نذكر المخاطر الإيرانية على المنطقة. كل هذا يجعل المنطقة منطقة صناعة قرار، ويجعل مصر في القلب من صناعة القرار العربي والدولي. ولو نظرنا إلى يعني وكما قلت أنت في المقدمة، الزيارات التي تمت لمصر في الفترة الأخيرة، الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأمير تميم أمير قطر، اليوم الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وغدا لقاء الرئيس السيسي أيضا بسلطان عمان، وبالزيارة المهمة لعمان، والزيارة التي قام بها لمصر في الأسبوع الماضي جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن. كل هذا يعني أن المشاورات مستمرة والتنسيق مستمر، وبجانب هذا يعني التشاور على المستوى الإقليمي والدولي، وبجانب الترتيبات التي تتم قبل زيارة بايدن إلى المنطقة، هناك تعاون ثنائي بين هذه البلدان، هناك اتصالات تتم من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، من أجل دفع عملية السلام، هناك تنسيق يتم لمواجهة التحديات والتهديدات الخارجية سواء على المستوى الإقليم من ناحية إيران ومن ناحية الصواريخ الشريدة الموجودة في كل مكان حاليا والتي يمكن أن تدار فقط من طهران، وأيضا يعني هناك قضية تأثيرات الصراع بين روسيا وأوكرانيا على المنطقة والعالم خاصة، وإن يبدو أن هذه القضية قضية روسيا روسيا وأوكرانيا قد تمتد لفترة طويلة. ولو عدنا كلام رئيس الوزراء البريطاني أول أمس أنه لا يجب السماح روسيا أن تنتصر، معنى هذا أن المواجهة ستستمر، وأزمات الحبوب ستستمر، وأزمات الطاقة ستستمر، وبالتالي فبد أن يكون هناك انحراف المنطقة وقلب المنطقة كما قلت هي مصر. طيب مهم جدا واحنا بنتابع كل ده برضه يا استاذ اشرف، انه الملاحظ انه هناك تعاونات او مش هسميها اتحادات، تعاونات ومحاور احيانا ثنائيه احيانا ثلاثيه واحيانا رباعيات عربيه، ولكن كل هذه التعاونات وكل هذه الدوائر بتتداخل فيما بعضها البعض، سواء اذا كان في النواحي الاقتصاديه او في النواحي السياسيه. في ظل الحرب الحاليه واضح انه المحور العربي المشترك واخد قرار بعدم الانحياز والحفاظ على توازن علاقاته شرقا وغربا. يعني هذا مطلوب بانه نقرب سيئا في ماضي كان هناك من يسعى الكتلة الشرقية ومن يحسب على الولايات المتحدة والغرب،
بأكثر نضجا وأكثر قدرة على فهم مصالح بلادهم، ولا بد أن تحقق هنا الداخلية ومصالحنا، وليس بتعليماتنا من هذه العاصمة أو تلك. وهذا أمر يعني ظهر جليا في أزمة الصراع الروسي الأوكراني، عندما رفضت معظم الدول العربية انضمام إلى العقوبات ضد روسيا، رغم أنه بعدها أدان التدخل الروسي في أوكرانيا، لكنه رفض أن يشارك في عقوبات، لأن العقوبات نحن أيضا نتأثر بها، ورفضوا أيضا إغراق الأسواق بالبترول وبالغاز لإخراج روسيا من السوق الغاز والبترول الدولي، وهذا أمر مطلوب. أما المحاور التي عينها والتي تكلمت عنها تتعلق باجتماعات ثنائية واجتماعات ثلاثية واجتماعات رباعية، فهذا شيء طبيعي، لأنه في النهاية ستلتئم جامعة الدول العربية في القمة المقبلة، لكن قبلها لابد أن يكون هناك تنسيق إقليمي وتنسيق من دول أقرب لبعضها البعض. ويجب ألا ننسى أيضا أن هناك دول مرهقة مشغولة بوضع داخلي اليمن على سبيل المثال، ليبيا على سبيل المثال، سوريا على سبيل المثال، لبنان، دول موجودة في الحسبان ولكن لديها مشاكل أهم من التنسيق العربي. وبالتالي التنسيق لابد أن يكون أولا مع الدول صاحبة القرار يعني المستقرة، والدول التي تستطيع أن تؤثر وتستطيع أن تغير في خريطة التوازنات الإقليمية والدولية. وهذا شيء طبيعي، يعني حتى على مستوى أوروبا نجد أنه على مدى سنوات طويلة بين فرنسا وألمانيا، ثم بعدها يتم مع الدول الأخرى، وهو ما يحدث الآن. تنسيق مصري سعودي، مصري إماراتي، مصري أردني، مصري عراقي، رغم كل المشاكل التي يعيشها العراق، لكن في النهاية هناك هامش عمل وهناك هامش تنسيق، وبالتالي فهذه هي الكتلة الأهم. على الناحية الأخرى في المشرق العربي يعني هناك بالفعل تنسيق كبير، لكن بالنسبة للمغرب العربي لدينا المشكلة بين الجزائر والمغرب، ولا نريد أن نتورط فيها بأي شكل طبعا من الأشكال، وبالتالي فيعني نحاول أن نهدئ الأوضاع في هذا الاتجاه، ولكن تنسيقنا الأهم في الاتجاه الآخر، اتجاه المشرق واتجاه الخليج واتجاه ما سمي في العراق بالشام الجديد، محور الشام الجديد، مصر، العراق، الأردن، هذا يعني التعاون الاقتصادي والسياسي الذي يمكن أن يكون مفيدا جدا للمنطقة وللعالم. فالبترول العراقي يمكن يعني أن ينساب في اتجاه مصر عبر الأردن ليعاد تصديره، والخبرة المصرية تنتقل للعراق، والخبرة الأردنية تنتقل للعراق، والاستثمارات العراقية تأتي لهذه البلدان. هذه منطقة بكر يمكن أن يكون بينها تنسيق كبير. طبعا ما يسمى بالشام الجديد يعني أبواب مفتوحة لانضمام الدول العربية الأخرى، سوريا بعد الاستقرار، وما يريد أو ما أي دولة أخرى في المنطقة تريد الانضمام عليها. ولكن يعني ما أردت أن أقوله هو أنه التعاونات الثنائية والثلاثية والرباعية هي جزء من التعاون الشامل بين الدول العربية. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا، كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام.